لأن سوريا قلب بلاد الشام ومركزها الذي يتأثر ويؤثر. في المؤشر معي أنا آلاء هاشم، نناقش قضايا عربية ودولية. مرحبا بكم، وإلى عنوان حلقتنا لهذه الليلة: مبادرة تركية تاريخية لإنهاء الصراع مع العمال الكردستاني. البريد يصل لأوجلان وسط ترحيب سياسي، وانفجار دموي يودي بحياة أتراك. أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم على مؤسسة الطيران والفضاء التركية في أنقرة، والذي راح ضحيته 5 أشخاص. العملية التي أتت بعد أيام على مبادرة طرحها زعيم الحركة القومية التركي دولة بهتشلي لإيجاد حل لقضية العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة على لائحة الإرهاب. المزيد في تقرير عبد الجبار جواش. الأربعاء للنقاش معي في الاستوديو أستاذ العلاقات الدولية دكتور سمير صالحة، أرحب به. ومعي إسماعيل حقي بكين، رئيس الاستخبارات العسكرية التركية السابق مباشرة من أنقرة، أهلا بك. وأرحب بالكاتب والصحفي هوشنك أوسي مباشرة من بروكسل، أهلا بك سيد هوشنك. أبدأ مع ضيفي في الاستوديو دكتور سمير. دكتور سمير، هذه المبادرة التركية التي وصفت بأنها تاريخية لإنهاء الصراع مع حزب العمال الكردستاني عبر المبادرة التي دعا لها دولة بهتشلي، هل تعزز مسار كان سابقا في عام ما قبل عام 2015؟ هل يمكن أن نقول بأن هذا تعزيز للمسار السابق الذي انتهى عام 2015؟ مساء الخير للجميع. أولا شكرا على الاستضافة مرة أخرى. يعني لا أعرف ألا إذا كان بمقدورنا فعلا أن نسميها مبادرة. يعني في تحرك، في خطوة أولى باتجاه مراجعة ربما المواقف والسياسات في التعامل مع الملف الكردي. لماذا أنا يعني لا أسميها مبادرة الآن؟ لأنه لا نعرف الكثير من التفاصيل حول مضمونها، ما الذي سيقدم، ما الذي سيقال، ويعني على مستوى الأطراف، وكيف سيكون شكل الحوار. يعني لذلك أظن نسميها ربما انطلاقة، أو كما أشرت أنت ربما استعداد للتعامل بطريقة جديدة مع هذا الملف. الآن في نقطة ثانية مهمة، يعني لماذا أنا أقول أنه ليست حتى الآن مبادرة؟ لأنه الانطلاقة جاءت، صحيح ربما التركيز هو على تصريحات زعيم حزب الحركة القومية دولة بهتشلي، لكن علينا أن نقبل أنه ربما الانطلاقة أيضا جاءت على لسان الرئيس رجب طيب أردوغان في مطلع تشرين الأول الحالي، عندما كان يتحدث أمام البرلمان التركي، أمام العودة إلى أعمال البرلمان، الدورة التشريعية الجديدة. ما الذي قاله الرئيس أردوغان يومها في مطلع تشرين الأول الحالي؟ تحدث عن ضرورة تركيز تثبيت الأمن القومي في الداخل التركي، نقطة أولى يعطيها الأولوية، يعني إعادة توحيد الصفوف إذا شئت على مستوى الداخل التركي في التعامل مع الملفات الداخلية والخارجية، نقطة أولى. نقطة ثانية، أشار الرئيس رجب طيب أردوغان بعد ذلك بيومين إلى مسألة البعد الخارجي، عندما تحدث عن الميثاق الملي التركي الذي هذا الميثاق عمره أكثر من عقد، والتركيز كان على الدائرة الثانية المحيطة بالجغرافيا التركية، بالحدود التركية إذا شئت. الدائرة الثانية عندما نقول يعني نقصد هنا سوريا، العراق، يعني في الجنوب، الشرق، الشمال وغيرها من المناطق. لذلك نعم، في حراك تركي، في مراجعة، في رغبة بقراءات جديدة، لكن
من المبكر جدا برأيي. من المبكر جدا أن نصف ما يجري بأنه مبادرة. صحيح. سمير. لكن أشرت إلى عوامل داخلية وأشرت إلى العامل الإقليمي. صحيح. من برأيك يبدو أكثر إلحاحا بالنسبة للدولة في تركيا من أجل عودة الحديث عن إصلاح في الملف الكردي؟ هذا سؤال مهم، مهم جدا. يعني لماذا؟ لأنه نحن منذ فترة، منذ سنوات في الداخل التركي ونناقش مسألة الأولويات على مستوى الداخل وعلى مستوى الخارج. يعني باختصار رأيي الشخصي طبعا، أظن الأولوية هي دائما ستكون للدائرة الأولى، للداخل التركي، إعادة ترتيب الأوضاع. في عندنا أكثر من مشكلة في الداخل التركي كما تعرفين، بشق الاقتصادي، بشق المعيشي، على مستوى مسألة صناعة دستور تركي جديد، في أكثر من ملف يناقش في الداخل. بعد ذلك في عندنا الشق الخارجي كما تعرفين، أكثر من ملف، توتر على مستوى المنطقة ككل، يفترض أو يتطلب أن تذهب حكومة العدالة والتنمية باتجاه مراجعة السياسة. سيد إسماعيل، أهلا بك مجددا. أنت كنت رئيس الاستخبارات العسكرية في فترة حرجة مرت بها العلاقات بين الطرفين، الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني. اليوم يعود الحديث مجددا عن لملمة البيت الداخلي التركي. ماذا تسمي هذه التصريحات من قبل التحالف الحاكم بداية؟ ما رأيك بها وما الممكن أن تقدمه؟ قبل كل شيء، هل هي مبادرة أم لا؟ يعني ولكن نستطيع أن نقول أنها نقطة بدء مهمة أو انطلاقة مهمة، ولكن الديناميات الخارجية تتحرك بسرعة وتؤثر على الداخل إن شئنا أم أبينا. ماذا نقصد؟ الشرق الأوسط الآن في لبنان وفي المنطقة يوجد ضيفي سيد هوشنك. صلاح الدين دمرتاش رحب أو بدأ بتصريحاته بعد مبادرة دولة بهتشلي بأنه يرحب بهذه التصريحات، بالدعوة إلى الإصلاح مع حزب العمال الكردستاني. كيف يجب أن يقرأ الجانب الكردي هذا التحول أو هذه الاستدارة من جانب الدولة التركية؟ مساء الخير لك وللضيوف الكرام. في تقديري أنه المشهد الكردي في تركيا منقسم حاليا ما بين تيار يدعم عبد الله أوجلان، جزء منه موجود داخل دم بارتي وصلاح الدين دمرتاش وليلى زانا وبعض الشخصيات المدنية السياسية المعروفة على الساحة التركية، وقسم آخر جسد حزب العمال الكردستاني والمؤسسة الأمنية والعسكرية تابعة لجميل بايك. وجميل بايك والقيادة المحيطة به، دوران كالكان، مصطفى كاراسو، رضا ألتون، صبري أوك، كل هؤلاء، كل هذه المجموعة حاليا خاضعين للإرادة الإيرانية. ما أشار إليك، ما أشار إليه ضيفك المسؤول الأمني العسكري السابق بضلوع جهة استخباراتية خارج، يعني خارج تركيا تدعم هذه العملية، أنا أوافقه في الرأي، وبإمكاني أن أحدد يعني إيران في هذا الخصوص، بإمكاني أن أقول لماذا. لكن هذه المبادرة، وأنا أقول، سأقول لك يعني هذه المبادرة هي بالفعل مبادرة قوية ومختلفة، مختلفة عن المبادرة التي أطلقها تورغوت أوزال في 93، مختلفة عن المبادرة التي أطلقها الراحل نجم الدين أربكان في 96، ومختلفة حتى عن المبادرات التي جرت على زمن العدالة والتنمية في 2009، 2010، 2011، 2013، عدة مبادرات صارت حتى في زمن حكومة العدالة والتنمية، فتح قنوات حوار مع حزب العمال الكردستاني داخليا، مع أوجلان في أوروبا، ومع جبال قنديل، وصلت إلى طريق مسدود. هذه المبادرة في هذا الوقت بالذات يبدو لي أنه الدولة الرسمية جادة، ويعارضها في ذلك المعارضة ممثلة في حزب الشعب الجمهوري، وبالتالي هنالك شيء يشبه الإجماع على المضي في هذه المبادرة. وفي تقديري أنه الخطط وضعت حتى، يعني وهذه معلومة يعني مش بس تحليل، خطط على مدى 3 سنوات حتى 5 سنوات، ممكن في هذه السنوات يطلق صراح
أو يوضع أوجلان في تحت الإقامة الجبرية، وحتى يمكن أن يعني نجده في البرلمان التركي يعلن يعني أو يلبي طلب أو نداء أو اقتراح دولة بخشلي. هذه الجدية لدى الدولة التركية عموما، المؤسسة الأمنية، المؤسسة العسكرية، الإعلام، النخب، المعارضة، في تقديري هو استشفاف لحجم المخاطر التي تنتظر تركيا مستقبلا. الدوائر الأمنية استشفت أنه الورقة الكردية مستقبلا ستصبح بيد أمريكية 100%، واحتمال كبير تشكيل كيان كردي في منطقة الشرق الأوسط، بخاصة بعد الضربة المنتظرة لإيران. إيران كنظام سياسي لا يمكنه امتصاص الصدمات، لأنه نظام طائفي، نظام أمني، نظام ديني، وبالتالي إذا استهدفت إيران سواء من قبل إسرائيل وبدعم أمريكي تتفتت إيران ويتشكل كيان كردي فيدرالي آخر، يعني بعد ذلك سيصبح العبء ثقيلا على تركيا. وبالتالي سارعت تركيا إلى إخراج الميثاق الملي القديم ووضعته على الطاولة. ماذا يعني الميثاق الملي؟ ضم كردستان العراق، ضم شمال سوريا، وحتى ممكن يعني ضم أجزاء من إيران وبمساعدة العامل الكردي، معروف تاريخيا على زمن السلاجقة، على زمن العثمانيين، وحتى على زمن مصطفى كمال أتاتورك دائما الكرد في تركيا كانوا بيضة القبان. يعني مصطفى كمال أتاتورك يعني سيد هوشنت عفوا، يعني هل تعتقد بأن التصريحات من قبل التحالف الحاكم تصل إلى درجة الميثاق الملي الذي تشير له؟ نعم، لأنه الميثاق الملي يعني هنالك إجماع يعني في التيارات، بخاصة التيارات القومية، يعني حزب الحركة القومية، هنالك أطراف وتيارات قومية حتى داخل العدالة والتنمية وحتى ضمن الأحزاب المعارضة، وبالتالي الكل يتطلع إلى تركيا الكبرى، تركيا التي تمتد إلى جمهوريات آسيا الوسطى وتمتد جنوبا. لكن هذا يحتاج إرادة دولية سيد هوشك. هذا الوضع الدولي قلق، يعني الآن إذا يعني من الإرادة الدولية هل استطاعت إخراج تركيا من شمال قبرص؟ الإرادة الدولية هل يمكن إخراج تركيا من عفرين؟ لا، يعني الواقع الدولي المتقلب والمأزوم يتيح الفرصة أمام تركيا للتمدد وإخراج الورقة الكردية من يد الأمريكيين. جميل جميل هذا العرض سيد هوشنك، لكن لم تجبني حتى الآن كيف يبدو الاستعداد الكردي داخل تركيا لمثل هذه الدعوات، بالاستناد إلى ما تشير له بأن الوقت قد يبدو سانحا اليوم للأكراد بتشكيل حلمهم القديم. نعم، يعني الأكراد الحلم القديم كان يعني ضمن السلطنة العثمانية الأكراد متمتعين بشبه استقلال، يعني التعاون بين، يعني إذا انعدت للتاريخ في معركة شالدران كيف انتصر العثمانيون على الصفويين لولا الدعم الكردي. وقت ذاك السلطنة العثمانية منحت الأكراد إمارات شبه مستقلة، يعني وقت ذاك السلطنة العثمانية كانت دولة فيدرالية أو على تلك الشاكلة، وبالتالي الأكراد ينبغي أن يكونوا متحمسين لهذا الشكل، لكن على أمل أن العثمانيين الجدد أن يقتدوا بالعثمانيين القدامى، يعني لا أن يخدعوا الكرد، تعالوا نتعاون لنتصدى للإمبريالية والصهيونية، لكن فيما بعد مثل ما سوى أتاتورك مع الأكراد، مثل ما ساوى الخميني مع الأكراد استثمارهم ثم الالتفاف عليهم. طيب دعنا نسأل دكتور سمير حول مسألة جدية الدولة التركية في فتح قنوات الحوار مجددا مع حزب العمال الكردستاني، أم أنها ستستثمر فيهم بسبب الوضع الإقليمي الراهن والوضع الداخلي كذلك الملح في تركيا، ثم بعد ذلك تحرق هذه الورقة؟ دولة بهجلي كما تابعتي أنت أيضا دعا عبد الله أوجلان للتوجه إلى الكتلة البرلمانية لحزب دم وإلقاء كلمة هناك يعلن فيها التخلي عن السلاح، انتهاء الإرهاب في حزب العمال الكردستاني والاستعداد لفتح صفحة جديدة. الآن هذا مطلب دولة
بحشلي هل يمكن أن نبني عليه لنصل إلى استنتاج أنه في مبادرة وأن هذه المبادرة تتقدم على الأرض؟ يعني المعلن حتى الآن هو هذا. أنت ما زلت حتى الآن تشكك بمسألة المبادرة؟ أنا أشكك. لماذا؟ أقول لك الآن في نقطة أهم، أنه حتى الآن حزب العدالة والتنمية لم يذهب في نقاش يعني يقول لنا أي شيء حول موضوع وجود مبادرة من عدمها أو الآلية مثلا. صحيح. في نقطة الآن أهم، يعني المبادرة أو النقاش يحتاج إلى طرفين. إذا كان الطرف التركي أطلق بعض الرسائل، نحن حتى الآن الطرف الآخر باستثناء تصريحات سياسية تقول أنها جائزة لدعم عبد الله أوجلان، هذا لا يمكن أن يقال أنه ها بعيدا عن الأضواء. إذا كان في سيناريو باتجاه آخر يقول أنه بعيدا عن الأضواء هذا الحوار بدأ بشكل أو بآخر بوساطات عربية غربية روسية لا نعرف، يعني بين بدون ان نعرف على مستوى اجهزه الاستخبارات، فهذا حتى الان لم نعرف عنه الكثير. السماح بابن اخ اوجلان بزيارته الا يعد مؤشرا على ما تشير له؟ ينقل رسائل عبد الله اوجلان، لكن نقل الرساله لا يكفي. نعم نقل مهم، يعني طرح مهم، لكن لا يكفي. الان ساقول لك لماذا باختصار، سأعطيك رأيي في المسألة. الطرف الآخر الآن علينا أن نقرأ اليوم مسار بنظرات جديدة برأيي، يعني نظرات 1919 نظرات 2024 لا يمكن إطلاقا أن نقيس بها. حتى في موضوع الميثاق الملي التركي في متغيرات إقليمية جغرافية، في أن مشروع طرح شرق أوسط جديد، هل ما نناقشه أنا وأنت الآن وضيفيك مرتبط بخطة الشرق الأوسط الجديد أم لا؟ هذه مسألة ما زالت حتى الآن غامضة. يعني هذا التصور الطرح التعامل مع الملف الكردي بالشق التركي أم بالشق الإقليمي؟ يعني الشق الإقليمي يعني المقصد أكراد سوريا، أكراد العراق، أكراد إيران وغير ذلك. الآن في نقطة أيضا باختصار، الطرف الآخر عفوا دكتور سمير، أنت لا تتفق مع مسألة الميثاق الملي إذن؟ يعني تذهب أكثر إلى مسألة أن التعامل مع القضية الكردية ضمن تركيا. أذهب أكثر إلى ضرورة قراءة المتغيرات الإقليمية بواقعية وبدقة. يعني أنه نعم لتركيا وجهة نظرها لرأيها، احتمال أنه بعض العواصم أيضا تدعم الطرح التركي، لكن هذا لا يكفي. لأن في عندنا تباعد واضح تركي أمريكي، تركي إسرائيلي في التعامل. يعني هذا التباعد سببه الأساسي هو سياسات الولايات المتحدة الأمريكية في الإقليم في المنطقة، طريقة طرحها للشرق الأوسط الجديد. هل بعيدا عن الأضواء أنا وأنت لا نعرف أنه في تفاهمات تركية أمريكية؟ أنا استبعد ذلك، لا أظن إطلاقا أنه في تنسيق تركي أمريكي في طرح استراتيجية جديدة للتعامل مع خطط الإقليم. بأن باختصار سألني فورا أنه علينا أيضا أن نناقش مسألة أنه الطرف الآخر، يعني الطرف الكردي الآن من هو الذي سيذهب إلى الطاولة؟ صلاح الدين دميرتاش في السجن، دميرتاش في تصريحه قال أنه يدعم، يحيل الأمر إلى أوجلان. صحيح، يدعم أوجلان. كيف سيخرج أوجلان من السجن دون حل هذه المسألة أيضا تحت سقف البرلمان من الناحية القانونية؟ تغيير قانون الجزاء، قانون العقوبات التركي لا يمكن إطلاقا، يعني البناء على أنه أوجلان سيدخل ويذهب إلى كتلة دم لإلقاء هذه الكلمة. من الناحية التقنية القانونية هذه المسألة تحتاج إلى نقاش قانوني داخلي تركي قبل أن نناقش كل هذه المسائل. هل سنذهب وراء السيناريو أنه انتهت المسألة في مبادرة وفي خطط تم التوافق عليها وانتهى المشروع؟ لذلك أنا رأيي الشخصي أنه من المبكر جدا. دكتور سمير، لكن لاحظ معي في نقاط التحول بالسياسة الخارجية التركية أو حتى الداخلية دائما ما تطرح الفكرة العامة دون إبداء التفاصيل. حدث ذلك مثلا في مسألة مسار التطبيع مع بشار الأسد. صحيح. الفكرة موجودة لكن التفاصيل يعني في العموم. صحيح. ثمة خارطة الطريق. أتفق معك، لكن عندما الآن نناقش مسألة تعني أكثر من طرف أيضا، مثلا أنا وأنت لا أعرف ضيفك كيف يعاقبان، يعني سيعاقبان مثلا موضوع قسد كيف سيحسب في هذا النقاش؟ طيب. هنا في اللاعب الأمريكي موضوع أربيل، موقف أربيل الآن في عندك السليمانية وعندك أربيل، أربيل منفتحة، كان البرزاني كان يقود هو الوساطة كما تتذكرين. صحيح. الأخيرة الآن موضوع السليمانية كيف سيكون؟ يعني في عندنا أكثر من علامة استفهام أيضا تحتاج إلى توضيح حتى نسميها فعلا أنه في مبادرة أو تحرك بهذا الاتجاه. طيب بالعودة إلى السيد إسماعيل، سيد إسماعيل من هي الجهة التي كنت تلمح بأنها قامت بالإعاز أو قامت بهذا الهجوم بالوكالة داخل أنقرة؟ من مصلحته اليوم تفجير هذا الملف مجددا داخل تركيا؟
Yani şöyle söyleyeyim, ben tabii bu sorunu en akul en ya da bu şeyi eylemi en هذه العملية وراءها أن CIA والاستخبارات الإسرائيلية هي التي وراها، ربما الاستخبارات الإنجليزية ولكن سياستهم مختلفة شيئا ما. ولكن هنا الكثير من المجهول في هذه المعادلة صراحة. وأيضا أحد زملائي هنا في البرنامج قال هل سنعمل بالملف الداخلي أم الخارجي، هل سنعمل مع المجموعات الكردية الخارجية الموجودة في سوريا ربما أو في العراق. يعني هناك الكثير من الأسئلة صراحة. يعني السيد دولة باشيلي فقط ما قاله هو لقاء الإفراجي عنه. إذن سيد هوشنغ، لاحظنا من خلال هذا العرض التاريخي للعلاقة بين الطرفين أن التحالف الحاكم حزب العدالة والتنمية تحديدا كان أبرز المبادرين بصفحة جديدة مع حزب العمال الكردستاني على خلاف الفترات السابقة، لكن كذلك كان دائما ثمة عدم ثقة من جانب الدولة بحزب العمال الكردستاني، ويؤسس لذلك أن حزب العمال الكردستاني مرتبط بجهات خارجية. اليوم هل تغتنم الجهة الكردية هذه الفرصة؟ في تقديري ستحاول الجهة الكردية أو أجنحة بارزة من الجانب الكردي اغتنام الفرصة، وفي مقدمة هذه الأجنحة أوجلان ومن معه. حاليا حزب العمال الكردستاني ليس على قلب رجل واحد كما كان سابقا أثناء تواجد أوجلان في سوريا في دمشق، وحتى في السنوات التي تلت اعتقاله. حاليا هنالك بلبلة في الأوساط الكردية. أنا قرأت بيان حزب العمال الكردستاني أكد على الاستمرار واتخاذ أوجلان كقدوة، وما التفاهمات التي توصل إليها أوجلان مع الاستخبارات التركية أن حزب العمال الكردستاني ملتزم، لكن تحت الطاولة شيء آخر. الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني هو الذي أصدر بيانا تبنى فيه الهجوم الإرهابي في أنقرة. مسألة قرار الدولة، جدية الدولة، طبعا أثناء وجود مشاكل لا يمكن الحديث عن ثقة، يمكن الحديث عن محاولات تعزيز وبناء الثقة بين الجانبين. حاليا الوضع مختلف، وأنا أعطيك معلومات من أوساط ومن مصادر قريبة يعني كي أفيد الضيفين ضيفيك العزيزين يعني في هذا الخصوص، أنه بالفعل هنالك جدية في الموضوع ومبادرة باتت تتكشف ملامحها، لكن المسألة ليست أوتوماتيكية، المسألة بحاجة إلى وقت 3 سنوات إلى 5 سنوات مخطط، لأنه مشكلة مزمنة في يعني من وزن القضية الكردية في تركيا منذ نشأة الجمهورية وحتى هذه اللحظة على امتداد قرن، بحاجة إلى نوع من الروية وتهدئة ويعني تحضير الرأي العام الكردي والتركي في هذا الخصوص، يعني مصالحة وطنية اجتماعية سياسية، كل هذه الأمور ممكن تحقيقها. لا يمكن يعني تحدث يعني هل سيتخلى حزب العمال الكردستاني عن أحلامه مقابل أن يكون حزب سياسي تركي وطني؟ سيد هوشنغ، الحزب تخلى عن شعار الدولة الكبرى وكردستان الكبرى وكل هذه التفاصيل، لكن هنالك الآن القوة الفاعلة في الحزب موالية لإيران. أنا يعني أستبعد يعني الأمريكيين علاقاتهم مع حزب العمال الكردستاني مقتصرة في جزئية قسد، لكن هل هنالك رضا عن حزب العمال الكردستاني تماما من قبل الأمريكيين؟ لا، مستقبلا الأمريكيين ممكن أن يستخدموا حزب العمال الكردستاني في إيران، لديهم قوة. وما مصلحة إيران لعرقلة هذه المبادرة؟ شوفي، الإيرانيين على علاقة وثيقة مع حزب العمال الكردستاني منذ مطلع الثمانينات، وأنا أتكلم بشكل موثق يعني بحكم قربي من هذا الملف. الأتراك حذرين يعني في يعلمون أنه جميل بايك يتحرك، صبري أوك يتحرك من مطار طهران، من مطار السليمانية، من مطار بغداد، لكن لا يوجد هنالك موقف عسكري
أو سياسي حازم من الإيرانيين. الإيرانيين يعني إذا استمرت مشاكل تركيا حتى على المستوى البيئي هم على مصلحة، يعني هذا يستند إلى خلفية تاريخية العداوة التركية الإيرانية في هذا الخصوص. هنالك علاقات حسن جوار وتبادل دبلوماسي وكل هذه الأشياء، لكن تحت الطاولة شيء آخر، مسألة أخرى، قضية أخرى. أنا عندما أتحدث عن دعم حزب العمال الكردستاني من قبل الإيرانيين، يعني دعم عمره 30 سنة من مطلع 80 حتى هذه اللحظة، نظام حافظ الأسد ونظام بشار الأسد والنظام الإيراني، هذا المحور لا يريد لتركيا الاستقرار والسلام والملف الكردي يحل وتركيا لا تستنزف مواردها. لاحظي معي يعني الميزانية العسكرية، إذا يعني إذا تم حل هذا الملف، وأتمنى ذلك، يعني يعني من 84 وحتى هذه اللحظة يعني الميزانيات التي كانت تخصص لوزارة الدفاع ولمكافحة الإرهاب لو ذهبت لمشاريع التنمية، لبناء الدولة، لتعزيز تركيا، لكان هنالك حديث آخر عن تركيا أخرى منافسة للاقتصاد الصيني، لاقتصادات نمور جنوب آسيا، حتى على المستوى الأوروبي. لكن الحرب استنزفت تركيا وتستنزف تركيا. طيب. تركيا اتجهت إلى مسألة، لحظة نقطة بسألك، في زمن الحكومات الأولى لحزب العدالة والتنمية كان هنالك اتجاه نحو تصفير المشاكل مع دول الجوار وأهملت الجانب الداخلي بشكل أو بآخر. الآن في تقديري والأيام بيننا، يعني تركيا ستمضي في هذا الموضوع، لن تنتظر ولن تتراجع عن استفزازات جميل بايك، حتى لو استهدف جميل بايك مرة أخرى أنقرة وإسطنبول بهجمات إرهابية، تركيا ستستمر. هنالك قرار، هنالك إرادة، وهنالك مخطط، يعني الموضوع تجاوز المبادرة. سأسأل سيد إسماعيل عن هذه المسألة، مصير هذه المبادرة، لكن قبل ذلك دكتور سمير، أشرت إلى موقف قسد، كيف يمكن التعامل من جانب قسد مقابل هذه المبادرة التركية؟ صحيح. الإجابة، لأن قسد مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، تعرف. صحيح. واليوم ثم تحديث عن فيدراليات داخل سوريا. أتفق معك. من هنا يعني النقاش الذي الآن نتطرق إليه يحمل معه تساؤل أول، أنه من الذي سيدعم هذا التحرك الجديد في التعامل مع الملف يقول تركيا لن تنظر ضر أحدا، يعني على المستوى الداخلي وعلى المستوى الإقليمي. الجميع يعرف أنه دولة باشلي الآن عنده ثقل شعبي حوالي 9 أو 10%، لا يمكن لدولة باشلي أن يقود حراك من هذا النوع. لذلك أنا أريد أن أعود وأقول أنه اللاعب الأول أو المحرك السياسي الأول في التعامل مع هذا الموضوع سيكون حزب العدالة والتنمية، شئنا أم أبينا. موقف باشلي هو برأيي مجرد جس نبض، يعني هو الذي يطلق المبادرة، نقيس ردة الفعل على مستوى الداخل والخارج، وبعد ذلك سنرى مواقف جديدة على مستوى قيادات العدالة والتنمية. الآن من الناحية الخارجية عندنا نفس النقاش، يعني ما أشار إليه الضيفين، سواء كان في موضوع تحميل أو سيناريو أن تكون المخابرات الأمريكية وراء عمل إرهابي من هذا النوع، أنا أتفق، يعني هذا السيناريو موجود، وأتفق أكثر رأيي الشخصي أيضا أنه أصابع إيران هي أقرب وأقوى. لماذا؟ لأنه إيران سجلت أكثر من مادة، لن أدخل إطلاقا في تعداد، فقط تعداد لن أدخل في مناقشتها، أنه إيران عندها مادة أولى تشعر أنه الذي يجري الآن في هذا النقاش في الملف الكردي يعني سيذهب باتجاه سحب ورقة الكردية مؤثرة تتعامل معها إيران بشكل قوي على الأرض في سوريا وفي العراق، في سوريا مع السليمانية، في سوريا مع القمشلي مع قسد، وفي العراق مع السليمانية. هذا برأيي يعني نقطة ضعف مهمة تقلق إيران. نقطة ثانية، الآن في عودة الثقل العربي، تفاهم عربي تركي في الإقليم يعني إضعاف النفوذ الإيراني شئنا أم أبينا، وهذه نقطة تقلق أيضا. يعني دخول اللاعب المصري، اللاعب العراقي على خط الوساطات، على خط التهدئة، ربما في الملف الكردي أيضا قد نسمع الآن وسطات عربية أيضا تدخل على الخط، لأنه الجميع الآن في حراك كما قلت لك في التعامل مع هذه الملفات. التصعيد الإسرائيلي ضد إيران، هذا التصعيد إذا ما ترجم عمليا
في الأيام المقبلة سيضعف الموقف الإيراني أكثر فأكثر. كل هذه العوامل إذا ما ربطناها دمجناها ببعضها البعض توصلنا إلى نتيجة أنه إيران تشعر بقلق أنه أنقرة قد تبتعد عنها أكثر فأكثر. والملف الكردي جزئية أساسية في كل هذا النقاش. الآن في نقطة باختصار أيضا أجيب على السؤال الذي طرحته كي لا أطيل. لأننا سمعنا تصريحات من إلهام عبدي ومن مظلوم عفوا من إلهام ومظلوم عبدي بخصوص يعني كذلك دعوة إلى لملمة البيت الداخلي في سوريا. بالتالي هذا يمكن أن نربطه بما يجري في تركيا. كيف تقرأ قسد الأمر برأيك؟ أنا أظن أنه الآن ما يقلق قسد مثل كما تحدثنا عن إيران هو أن يكون هناك في الأيام المقبلة تسريع لعملية التقارب بين أنقرة وبين النظام في دمشق. هذه النقطة برأيي إذا ما قربت بين الجانبين ستضعف ورقة قسد أكثر فأكثر، وبالتالي ستضعف ورقة إيران أكثر فأكثر في التعامل مع الملف السوري. وهذا سبب إضافي يدفعنا للذهاب وراء، لا أعرف إذا كان الأستاذ هوشينغ يتفق مع هذا يعني هذا التحليل أو هذا التصور. الآن في نقطة أيضا باختصار لن أطيل، النقطة مهمة هنا أنه نتحدث عن الاستهداف قيام بعمل إرهابي ورسائل انفتاحية ويأتي هذا العمل الإرهابي. أنا لا أتفق كثيرا مع مقولة أنه هذا العمل أقر قبل يومين أو ثلاثة أيام. أنا أظن أنه البيكاكا أيضا يتابع عن قرب كل هذه المسائل وهذه التحركات. أتفق مع سيد إسماعيل إذن لأنه ذهب بهذا الاتجاه. صحيح. طب سيد إسماعيل بعد هذا الهجوم الذي استهدف أنقرة ما مصير هذا المسار بين الدولة التركية وبين حزب العمال الكردستاني برأيك؟ هل ستمضي الدولة التركية بهذه المبادرة بفتح قنوات الحوار مجددا مع حزب العمال الكردستاني أم أنها ستتوقف؟ بنجا تركيا دامت أنا برأيي تركيا يجب عليها أن تستمر وأتوقع وأؤمن أنها ستستمر لأن تركيا والدول المجاورة حولها من سوريا والعراق الآن يعني أصبحت هذه المسألة. إسماعيل بخصوص التغييرات الميدانية لقيادات قسد في سوريا في تقديري أنه غالبا سيكون إلى يعني استبدال القيادات المتطرفة والمتشددة من الكوادر الكردية التركية بقيادات كردية سورية معتدلة. لكن أقول لك هذه المعلومة يعني عبد الله أوجلان على اتصال مباشر مع مظلوم عبدي واتصل به هاتفيا، وعبد الله أوجلان على اتصال مباشر مع قنديل هاتفيا بحماية ورعاية الاستخبارات التركية. كل شيء من اتصالات أوجلان إذن له دالة عليهم في قنديل. سيد هوشنك عبد الله أوجلان كيف له دالة عليهم في جبل قنديل؟ في جبل قنديل له تأثير، وعبد الله أوجلان يحاول ليس فقط أن يناقشهم بل أن يفرض عليهم. وتقرير عن برين زمان في المونيتور إذا راجعتي أوجلان يعني عندما سأله وغالبا هو جميل بايك اتصال ما هي الضمانات، يسأل عن الضمانات أوجلان انزعج وأغلق الهاتف في وجه جميل بايك. وأعتقد هذه العملية العسكرية التي يعني جرت في أنقرة هي رسالة إلى أوجلان أيضا بأن جميل بايك هو الذي يسيطر على ضيفي دكتور سمير يضحك. تعليق دكتور سمير قبل يعني أن أقول لا أريد أن أعقب يعني الأستاذ هوشنك عنده معلومات من الداخل من قلب الداخل. لا أعرف يعني كل هذه المعلومات مهمة للتعقيب. مظلوم عبدي وأوجلان يكون أفضل من قبل الأستاذ إسماعيل ربما لأنه هو كان في قلب المرحلة في الفترة 2013-2015. معنا وقت تسأل دكتور سيد إسماعيل. سيد إسماعيل يعقب. سيد إسماعيل كلمة تعقيب قصير على ما تفضل به ضيفي سيد هوشنك عن الاتصالات بين عبد الله أوجلان وبين مظلوم عبدي وبينه وبين جبال قنديل القيادات في جبال قنديل. يعني هذا مهم للغاية صراحة. هذه الهواتف التي جرت هل تؤكدها؟ نعم أؤكدها نعم نعم. أنا يعني الآن يعني أوجلان يقول أنا سأترك النزاع المسلح سأنتقل إلى النضال السياسي والكل سيتبعني، ولكن يجب يعني هناك تفاؤل، ولكن يجب أن نحتاط في هذا التفاؤل، تفاؤل حذر صراحة وليس التفاؤل كامل. أوجلان يجب أن يكون في هذه المسألة في قلب هذه المسألة لأنه له تأثير. لكنك تؤكد الاتصالات سيد إسماعيل، تؤكد الاتصالات التي تحدث عنها هوشنغ. نعم صحيح نعم جرى بالتأكيد جرى، لا أقول رسمي ولكن نعم جرى من سجنه. يضحك دكتور سمير. طيب
شكرا جزيلا لكم جميعا إسماعيل حقي بكين رئيس الاستخبارات العسكرية التركية السابق من أنقرة، أشكرك شكرا جزيلا سيد هوشنك أوسي الكاتب والصحفي من بروكسل، شكرا موصول لك، وأشكر دكتور سمير صالحة أستاذ العلاقات الدولية، الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. المؤشر انتهى، حلقة جديدة ومحاور جديدة الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.